تحركات واجتماعات مكثفة بين فصائل عسكرية في الشمال السوري، والغاية مجابهة النظام وتنظيم الدولة اللذان باتا على مرمى حجر من إدلب، أكبر وآخر قلاع المعارضة السورية. مصادر عسكرية أكدت أن الفصائل تسعى لحل الخلافات بينها وإعادة تفعيل غرفة عمليات مشتركة تحسبا لأي عملية للنظام على إدلب. النظام السوري بدوره أعلن أنه سحب قوات له من دير الزور والبادية وزج بها شرق حماة تمهيدا للعملية العسكرية المرتقبة على إدلب. يرى البعض أن تحركات النظام لن تنجح إن استطاعت المعارضة إعادة ضبط قواتها ووجهت فواهة بنادقها صوب النظام والتنظيم. إدلب التي تضم ما يقارب 4 ملايين شخص يخشى كثيرون من أي تصعيد جوي عليها، فيما تشير التطورات إلى أن تحركات النظام لم تتعدى الإعلام، وما دامت القوى الكبرى متفقة ليس من شأن بيادقها على الأرض تحديد مصير إدلب.